وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. كل هذا الكهراء الله ضوبي وما دون كان شرعي جاي علماء وشيخ البلد كي نلجوا هذا الكهراء اللي يري كل واحد ربعون مرة دارا نحرق جري شيخ البلد كيو يأكل تاجنا النار دقيس يعني هاي إن أنا هي تسرع لكن شيخ هو يدمي شيخ هي جاي يدمي مركز أساس قلت حفيز كان ما انطلع فري ما أدون كشرعي لحفيز كيس آه وحفيز كم قنا قبل كأوضل كم قناوي قبل الله كلام مان وكفرين سومالي لان تقولين كو حتى كفرين أرنت أرنت قبل كو أدقو عبي سام بيا هيد عمر كانوا هرجيسو كلا أنو تجنو علماء دو أنو أرجنو أي نوش يعانو يلا هذا وحنو ما خلي ولي قبل كأوضة لقى ما فرين ما أذون كسرع لقى ما فرينه واسيد محايدين هلاي لول كي لقته مية سرع عضة لقته مية يان ياتين أنت عزم سدي سدي كل عضي مركا أرنت يهرس عنا جو قلنا أنكو كوا أنكو جراي ده دي ندرك محكمة ده هو فريسين يسي وانو دافني عنه لكن رجل اللي يرى مذكرة علمينا فهمي يا يسحل قامي وما أركع عنه إن دخلي أيوة ترى جلنا أيليهين حرفة سقوينا يكدون يان أيليهين لكن عيبته إن قبل كك قاضان للي هي قبل كأوضل كما فرنا محكمة شرع عبد الإسلام حفيز ما أذن شرعي إسلامي كما فرنا إلا يرى عيب إن قطعي فرض كفاية هرت إن قفرتين وإن قفرتين وحن لنا هيد دوينها وحن كلها تلينا هنا سيد النظام كدولي قبوي هاي سيد شريعة الإسلام كو أيت هاي ما أها شريعة الإسلام كل ما أقولا تدكو مرك أهر رئيسي وحد أحمر إن توصل المحكمة ذا وتجان أو إلى هذا نهب الب لما أقولا شريعة الإسلام كو ما أقولا نك حاكم كوا كشريعة أولي هاي كل كدعوة ذي أوي مادن إن إلى هذا ورسو جار متيدنا صوت القرابة وإهل متيدنا ور محكمة ذو وحويان وحي أيلت هاي شرعي يجويني لكن سكون نقضة تذكر جارك ناكل نقضة قرابة ذكون نقضة المدي ناكل نقضة هاي سشكتي وح محل قبائية وح القبائية تذكر كل محكمة ذا هاي سير يمادين عروري هي أي كجي يمادين حافظها كجي يمادين كل الله يرى أبا حقوق مقيني هاي هو يذا حاجة يكون مقنت هاي محكمة دي بي تكتي ميانا عروت كل كعلوبين عروت وعلوبين مرجع مكتب من مدونك شرعيه، هرت مكتب يسوق لما ها أسكرت ذلك إنتو يسوق قبطه، إن ذلك طبعا دولني ماذا كينس إن ذلك السوق بتي دولني ماذا كينس نبى سود دعوانية، دولت دوك سود دعوانية، بوليس بالغ ضرية سوق بتي عليه، بوليس كل محكمة دوك كينية، هرت محكمة لا المركز كني مدونك شرعيه، أسكر ما له هلا بدي استعوينه سب مت سوق بتي الله يرا، أو هبل أول سود دعوية كالة الله يرا ما حافظ وصلا. لوقف أو إيه خيار كودا أو دورتي أوله ورني هو حينه هبون إنه يتجنس شريعة الإسلام كا أو كتاب كإله إن لين نقول كلا صار وحبي نريح يلا أمر ده حالها هاتو أمر ده وحها هاتو أما أرهم كلام عمراتها هاتو قريها كده دودا أيام حي هيدي إن يا كمذا شريعة دو حي دافتي مجرو خرانت أيام حي هيدي كمذا شوف هذا هو حلا يلعبه كمية إنه إنه ببلونين هذين اللي بني وحوذ إليه يهين الله بدينا بيرث وضلها أما أقل كوضلها متكود أقل كيو إيبيو شريعة باك تعالى شريعة بالله يا كتعالى كردي قاب شريعة باك تعالى مكان بان أقل كريزانية يقول بيش واي مسا واكنتم مش شيء جيو مدة مش شيء جيو وما أورنا جيو واري مسا سنان كاكر يا ما الله بس سنان كاكر يا ما أفربان كاكر يا ما لحبان كاكر يا ما أورنا جيو مثلاً ما لح بلاد بس كذي لسه ما أورناي. ما أنت هالكم واحد نفرين المأذون كا المأذون الشرعي ومجلس صلى الله العدلي وحفري سنتو لما أذون كان علماء قيم علماء ذا كم ذا رنتي يجوا أن كاشن دو إنه علماء ذا يدا معلمين تيدا ووين وهو رشيخ إنه مأذون كان وحا ومأذون ندو كجيران قبل الله كلا وضن كا وأي كجيران وهرجيسه والرئيسه oo muddo halkaasi ay ka shaqeyn jireen maaduuna runtii ay dadku aad u tagaan maaduunka waxa weeye in dadka lagu kala saaray shariicadeena islaamka ee toosnayd dadku iskula imanayaan waxay heshiisku yihiin iyo waxay isku hayaan intaba ay iskula imanayaan in shariicada lagu kala saaro oo lagu kala xukumo dabeedna sidaas culimadu ay ku gasho ma ahmid sheekh xeelihi galaya arimuhu waa arin culimo gudu culimihi galayso iyagoo kaashanaya haddii loo baahdo culimada kale ee baladkana ay kaashanayaan
ان سيدانا شريعادو waxay qabto ay dadka ku kala saarayaan mowduuca iskula yimaadaan ee markii horena dadka waxa laga qoraa inay raali ka yihiin wixii shariicadu culimadaas ay soo saarto ay xafiiskan madduunka sharciiga ee al adli wasoo dhaweeyna waa loo baahna sidii heestii gabadhu qaaday waa loo baahna baytir waa loo baahna booraba wax raadcay jirno kulka shaala isku qabto amma beeraha yar xaqooda amma jareexooyinka la isku qabto warwadaad halkeen ugu dhow kitaab haysta balan doondoonana uun baan lahayn xafiisan ugu tagnaba ma lahayn haddii xafiiskii aan helay waxaan leenahay qalbi furan iyo faraxsan ku soo dhawow xafiiskan waa soo dhaweynaynaa waa wax loo baahnaa waa wax ilaahay keenay intii u soo dhiibayna ay ku dadaashay annaguna gamco furan baan ku soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala haddii sheekadiisa iyo sharcigiisa sheekh cabdillaahi baa ka sheekeeyey waxba kama tegin xag dowli iyo xag diineed mid walba uu soo taabtay xag maxkamadeed iyo xag dadweynena intaba uu soo taabtay intaasaan annaguna ku raacsannahay alxamdulilaah xafiis diiniya aada iyo aad baa loogu oomanaa gobollada kale lahaashooga la-aanteed xafiiska waa loo oomanaa waxa weeyaan ducuu naga mudan yahay aada iyo aad baan u soo dhoweynaynaa insha allaahu waa farashkii diintay nagu dhex baasanaa oo meelugu soo hagaaga la sameeyey aada iyo aad baan u soo dhoweynaynaa insha allaahu taageero fiican yaan siinaynaa insha allaahu tacaala dadkana waan ku dhiirigelinaynaa war waa loo oomanaa maxkamaduhu waa caadigoogii intoodii bay wadayaan tani waa inaga maqnayd rugni diinta oo meel loogu soo hagaagale waa loo oomanaa intii abaabushay khayr allah siiyaan leenahay khayr allah siiyo insha allaahu tacaala waa soo dhoweynaynaa ilaahay ha inagu anfaco kulley waa khayr xaflad kastoo layskugu yimaado diinta cuqaasha musheekhda dadka halkan aya inta soo qaban qaabisay xafladan aada iyo aad baa loo salaamayaa waada saxaafadda waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi horta waa wax loo baahnaa aada iyo aad baa lagu baahna loogu oomanaa gobolka ugu oomanaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maa lahayn maanta hadday suurto gasha oo laga furay dhowr jeer horaa laysku dayo meel laga furfuray oy jirtay laakiin maanta ayay rasmi too suurtagal wixii horema suurtagelin maanta aada iyo aada u suurto gashay alxamdulilahi rabbilcaalamin maadaama sheekhilbeledkiiyo salaadiintii iyo culummadii cidnaan ayna u maqnayn waxaan leenahay aada baan u soo dhoweynaynaa aada iyo aada baan u soo dhoweyn waana idinla shaqaynaynaa hadba wixii jira ee inagu waan keenaynaa haddii ilaahay idmo waxaan leenahay soo dhowaada idinkana waxaan idinku waneynaynaa kuwii sharciga islaamka ummadda ku kala saara ee ku kala hagaajiya hadday dhaxaltahay hadday qoys tahay hadday dhinac kastaba ahaatee ayaan aada iyo aada idinku buurinaynaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin waan idinku soo dhoweynaa gacmo furan baan leenahay ku soo dhowaada waa wax loo baahnaa aad runtii maanta waxa inoo bilowday rukun aada inooga maqnaa oonu tabaynay ayaa maanta inoo bilowday oo ilaahay khayra siiyo culimmadu maanta ay dareentay in ay ka maqan tahay qaybta diinta ee xafiiskan maxkamadaha kale ee ka jira gobolka heer gobol iyo heeri degmo qudhidooda waxay siinaysaa howl fudaydin ayay u noqonayaan arrimaha noogu badan ee ka taagan ama degmahaan ama gobolahaanna sidii uu ka dhawaajiyay suldaanku waa isqaqabsiga dhulka moranka dhulka sida dhaxalka iyo wixii la mid ah taasoo markasta ay maxkamadahan dadku ay tugan yihiin oo mararka qaarkood ku qaato sannado saddex sano laba sano iyo wax lamid ah taasi oo haddana haba kugu qaatay dadkii aan hore loo amba bixinaynin maanta waxaan soo dhoweynaynaa xafiiskan culammadu ay noo furtay waxaa ka mid a arrimahan xafiiskan uu qabanayo sida arrimaha qoyska dhaxalka jareexada iyo diiwaanka ii suurtageliyay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan furitaanka maaduunka sharciga ee alcadli ka wasaarad ahaan
xafiiskii ugu horeeyey ee sida nidaamka sharciga soo mara ee wasaaradda cadaaladda aan shahaado soo siino waa Alcadl. Waxaan rajaynaynaa insha allahna inuu sidii waxaan rajaynaynaa inuu sidii xaqa dariiqa xaqa la ilaahay u waafajiyo. Annaguna waan la shaqayn doonaa waqti kasta wax laali wixii nooga baahdaan wasaarad ahaan. Hadalkiiba 90 badnee waa la yidhi hadal deanaha hadhay un looma hadlo, xafladeennana waa inoo xidhantaa.